عفاف شعيب. عفاف شعيب مكنة تمثيل متجددة كما وصفها النقاد، خطواتها الفنية ثابتة ومتمكنة جدا. التلفزيون كان دايما وجهتها، فأبدعت من خلاله وأظهرت قدرتها التمثيلية فيه. لم تقدم طوال مشوارها الفني مشهد مبتذل واحد، فاستحقت أن تحصل على لقب سيدة المشاهد النظيفة. لكن وبرغم عدم تقديمها لأي مشاهد مبتذلة، إلا أن حواراتها تختلف تماماً عن أي شيء قدمته، فعند كل لقاء تثير حالة من الغضب وأيضاً الضحك عن كمية التصريحات والتي وصفها البعض أنها غريبة ومفاجأة. اليوم ومن خلال تقريرنا التالي عن الفنانة عفاف، سنتحدث عن رحلتها في التمثيل وكذلك عن أسباب ارتدائها للحجاب وما الذي قاله لها الشيخ شعراوي، وأيضاً سنسلط الضوء على أهم التصريحات الغريبة التي صرحت بها، وكذلك السبب وراء صفعها للفنان خالد زكي. فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضاً لا تنسوا عمل إعجاباً للفيديو. اسمها الحقيقي عفاف علي أحمد وفق ما صرحت به، وليس كما تذكر معظم الصفحات على أن اسمها عفاف أحمد شعيب. أما مولدها في القاهرة، وليس كما ذكر أيضاً أنها مواليد محافظة البحيرة. أما تاريخ ميلادها هو 2 نوفمبر عام 1940. التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، تخرجت منه عام 1972. بدأت مشوارها الفني من بوابة الدراما التلفزيونية، استطاعت أن تجذب أنظار المخرجين إليها بموهبتها الفريدة والمتمكنة. قدمت مجموعة من الأعمال المتميزة طيلة مشوارها الفني والتي أدته ببراعة. من ضمن هذه الأعمال على سبيل المثال وليس الحصر، مسلسلات مثل الشهد والدموع، عد النهار، رأفة الهجان، فوق السحاب، وهو أرانب، إمام الدعاء، القاهرة 2000، الحارة، العار، دوران شبرا، فرق توقيت، الكيف، آدم، الإمام الشافعي. ومن الأفلام التي قدمتها أيضاً ضد الحكومة: أمان يا دنيا، انتحار مدرس ثانوي، كيدهن عظيم، المعتوه، الرجل اللي باع الشمس، القضية المشهورة. وبعد أكثر من 30 عام على مسلسل رأفة الهجان، فجرت الفنانة عفاف شعيب مفاجأة خلال إحدى حواراتها التلفزيونية، مشيرة إلى كونها رفضت المشاركة في العمل وصممت على ذلك، خاصة أن العمل عرض عليها بعدما قدمت البطولة في مسلسل الشهد والدموع، لتفاجأ بصغر مساحة الدور المعروض عليها وأنها ستقدم جملة واحدة في الحلقة الأولى. وقالت: أنا كومبارس في الحلقات، ينهار اسود، لا طبعا مش هعمله. إلا أن صناع المسلسل أصروا على أن تلعب هي هذه الشخصية، وفي اليوم التالي تفاجأت باتصال في منزلها من مكتب الوزير، وبعدما أجابت عفاف شعيب وجدت أن المتصل هو صفوة الشريف وزير الإعلام في ذلك الوقت، حيث تحدث معها بنبرة غاضبة قائلاً: يعني إيه مش هتعملي الدور؟ لتجيبه بأن الدور صغير، فما كان منه إلا مهاجمتها قائلاً: عفاف هانم، بلاش الغرور، بلاش الكبرياء، في فنان كبير وفنان صغير، هتعملي الدور. ذلك الأمر الذي أصابها بالرعب، حيث توجهت إلى تصوير المسلسل الآخر، وهناك جاء إليها المخرج يحيى العالمي ليسألها قائلاً: ها هتشتغلي؟ لتجيبه بأنها: نعم ستشارك في المسلسل. من أشهر المواقف اللي مرت بها عفاف خلال مشوارها الفني هو صفعها للفنان خالد زكي في مسلسل الشهد والدموع. عن تلك الواقعة صرح خالد: تربطه بالفنانة عفاف شعيب صداقة قوية. أثناء تصوير مشهد الضرب بالألم قالت له أنها لا تستطيع ضربه بسبب الصداقة. متابعاً قلت لها: يا عفاف، لو أنا اللي بضربك بالألم كنت هضربك حقيقي عشان أخلص الجديد والقديم. وأكد زكي
إن كلامه استفز عفاف شعيب للغاية، فقامت بضربه فعلياً بالألم. بعد مشوارها الفني في فترة الثمانينات والتسعينات، فاجأت الجمهور بارتدائها للحجاب. ابتعدت عن الفن وعن تلك الفترة، روت في حوار صحفي سابق قائلة: بعد أن توفى أخي جاءتني رؤية له وهو يقول لي الدنيا فانية ولا تجري وراءها، لأن كل متاعها زائل، ولم أفكر أبداً في خطوة ارتداء الحجاب. وأضافت: دعوت الله أن يقودني إلى فعل الخير لنفسي، وبحركة لا إرادية وجدت نفسي أذهب إلى دولاب الملابس وأخرج منه طرحة كنت قد أحضرتها من مكة، ارتديتها وهي كانت الطرحة الوحيدة المتبقية في منزلي. وصرحت بأنها فكرت في اعتزال الفن بعد ارتدائها للحجاب، ولكنها تراجعت بعد حديثها مع الشيخ متولي الشعراوي، ولذلك قررت أن تعود إلى الفن ولكن بالمحافظة على احترام حجابها. يذكر أنها تزوجت من المنتج رياض العريان، والد المخرج طارق العريان، زوج المطربة السورية أصالة، ولكنها انفصلت عنه قبل رحيله ولا يوجد لديها أولاد. أما عن مواقفها السياسية، هاجمت ثوار 25 يناير بحجة أنهم أوقفوا الحياة في شوارع القاهرة، حتى أن ابن أختها لا يستطيع أكل الريش بسبب أن محلات الكباب كانت مغلقة، وكذلك ابنة شقيقها تعجز عن شراء البيتزا. وهي التصريحات التي فتحت عليها النيران آنذاك، وعرضتها لموجة عاتية من الهجوم والسخرية، كما أنها دافعت بشدة عن الرئيس الأسبق حسني مبارك قائلة: الخير كله كان على إيده، وكنا بنرجع من شغلنا الساعة 4 الفجر بدون ما حد يتعرض لنا. ولكنها تراجعت بعد ذلك عن هجومها عن ثوار 25 يناير قائلة: دول ولادي. برأيك عزيزي المشاهد وبعد مشاهدتك للتقرير، هل الهجوم التي تعرضت له الفنانة عفاف الشعيب جعلها تتراجع عن تصريحاتها، أم أن لك رأي آخر؟